السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. اكيد موعدنا ان شاء الله يوم السبت يوم الحسم ان شاء الله بامر الله، مباراه مهمه طبعا لفريق النادي الاهلي، وهي يعني مباراه 90 دقيقه. كان في مباراه قبلها الشوط الاول بالنسبه لهذه البطوله او المباراتين دول، كان شوط اول بالنسبه لنا هنا في القاهره وتعادل ايجابي 1-1، الشوط الثاني ان شاء الله هيكون يوم السبت، وان شاء الله 90 دقيقه دي هتكون لصالح النادي الاهلي. كلنا متفائلين، كلنا عندنا امل كبير في فريقنا، عندنا امل كبير في جهازنا الفني، وكل واحد فينا كان بيدعي للفريق سواء بقى في المباراه الاولى والمباراه القادمه، لان الثقه اللي موجوده عندنا للاعبين او موجوده من خلال اللاعبين ثقه كبيره جدا، شفناها من خلال تواجد جماهيري كبير في استاد مختار التتش اول امبارح قبل السفر، ده يدل على ان المؤازره ووجود الجماهير وثقتهم الكبيره في اللاعبين يدل على حاجات كثيره جدا، والحاجات دي بتوصل للعيبه. يعني اعتقد ان اللعيبه بعد ما بيشوفوا منظر زي كده المسؤوليه بتكبر اكتر واكتر واكتر عندهم، لان طبعا امال الناس اللي كانت موجوده سواء بقى ده جزء صغير على فكره اللي كان في مختار التتش ده جزء صغير من جماهير النادي الاهلي العريضه اللي موجوده في كل حته في العالم، موجوده في كل حته وبتشجع سواء بقى مصريين مش مصريين. احنا عندنا كمان دلوقتي وصلنا ان انت عندك جنسيات اخرى بتشجعك سواء بقى اوروبيه او عربيه، فانت بالتالي برضو ليك محبين في كل حته في العالم. عشان كده لما نقول الاهلي بيوصل للعالميه بيوصل للعالميه من خلال طبعا الشكل اللي احنا فيه دلوقتي، حب الجماهير ومحبينه في كل حته في العالم، ده يدل ان احنا نادي كبير. عشان كده المسؤوليه الكبيره عند اللاعبين بتظل موجوده في ظل طبعا اهميه هذه المباراه والوصول ان شاء الله للنجمه التاسعه من خلال هذه المباراه. المباراه صعبه؟ اكيد صعبه، كلنا متوقعين حاجه زي كده. هتيجي تمشي في الشارع وتسال كل اهلاوي او حتى اي مصري بيسال او بتساله عن مباراه الاهلي القادمه هقول لك المباراه صعبه وماتش صعب امام فريق صعب عرف يلعبك هنا في القاهره بشكل معين، بشكل ممكن يكون فيه الشكل الدفاعي اكتر منه يكون هو عنده هجومي، زي ما احنا شفنا كان فيه دفاع مستميت من فريق الوداد، ولكن طبعا التوفيق وبعض الامور التحكيميه ممكن حاله بين ان انت تكسب في هذه المباراه، لكن خلاص ننسى هذه المباراه وبنفكر في المباراه القادمه. تقدر؟ اه تقدر، لانك انت عندك هذه الامكانيات الكبيره للاعبين، امكانيات هايله لجهاز فني كان قادر قبل كده في 2012 من خلال الكابتن حسام البدري انه يحرز هذه البطوله. عندك بشكل كبير، عندك ايضا جمهور كبير موجود، الجمهور الكبير وكان موجود معاك قبل ما تسافر. الفاضل بقى حاجه واحده، انك تبتدي تركز، تبتدي ان شاء الله تبقى على قلب رجل واحد اللاعبين، سواء بقى اللاعبين بقى مع الجهاز الفني وكل الناس اللي موجوده هناك، التركيز العالي جدا ان انت حاطط خطه معينه تبتدي تشتغل عليها وتنفذها من خلال الملعب. الاجتماعات الفنيه القادمه ان شاء الله مع كابتن حسام البدري واللاعبين يبقى في انصات جيد من اللاعبين لكابتن حسام البدري اللي اعتقد حفظ او ابتدى يشتغل على الوداد وهو على ارضه بيبقى عامل ازاي وبيلعب ازاي وبيكسب ازاي. طبعا فريق الوداد لازم نعترف ان هو على ارضه من الفرق القويه جدا جدا جدا، يعني انا معايا بعض الاحصائيات الخاصه بفريق الوداد وهو موجود على ملعبه، هقول لكم بدايه من هذا الموسم. يعني خلينا نقول ان فريق الوداد لعب 6 مباريات هذا الموسم، سجل 10 اهداف واستقبل هدف واحد بس في فريقه او في شباكه. كانت الاولى منانا الجابوني في دور ال 32 وفاز 1-0، القطن الكاميروني في دور المجموعات وكسب 2-0، طبعا مباراه الاهلي هناك كانت في دور المجموعات ايضا 2-0، زاناكو الزامبي وكسب 1-0، ايضا سان داونز في دور الثمانيه وكسب 1-0، واتحاد الجزائر في دور الاربعه وكسب 3-1. ده يمكن هذا الموسم بالنسبه لدوري ابطال افريقيا، هذا الموسم بالنسبه لهذا الفريق، فيدل ان انت هو كسب كل مبارياته تقريبا في بطوله افريقيا هذا الموسم. الموسم اللي فات برضو ده اللي بيدعو على التفاؤل بقى. فريق الوداد ايضا خاض 6 مباريات، فاز في 5 وخسر مباراه واحده، والمباراه الوحيده دي كانت امام النادي الاهلي، وده عشان بقول لكم كده بندعو للتفاؤل للسنه اللي فاتت. يمكن هقولها لكم لحضراتكم برضو ان لعب في اولى مبارياته في دور ال 32 مع سي ان اي اس بطل مدغشقر وفاز 5-1، وايضا المباراه الثانيه في دور 16 لعب مازيمبي الكونغولي وكسب 2-0،
وزيسكو الزامبي كسب 2-0 ايضا. اما مع النادي الاهلي ففاز 1-0 بهدف رامي ربيع لو نتذكره هذا الهدف. ايضا في دور مجموعات كسب اسك الايفواري 2-1، وكسب نادي الزمالك في دور الاربعه 5-2، وتاهل نادي الزمالك نتذكر ايضا بفوزه هنا 4-0. ولكن طبعا الفريق الوحيد اللي كسب فريق الوداد على ارضه السنه اللي فاتت كان الاهلي. ده حاجه تدعو للتفاؤل. زي ما بقول لكم النادي الاهلي عنده قدرات كبيره جدا، قدرات ان الفوز على ارضه وبره ارضه بقت موجوده، وده يدل على ان في جيل مميز. لما تبص على ماتش ترجي، تبص على ماتش النجم قبل كده الترجي في البطولات اللي قبل كده، وان انت بتاخد بطولات خارج ارضك سواء القطن او الترجي او الصفاقسي، بتلاقي ان انت لا عندك القدرات دي. فاحنا ان شاء الله الثقه اللي موجوده عندنا هتتحول ان شاء الله لدى اللاعبين بمسؤوليه كبيره، والفوز يبقى حلفنا. المباراه مش مباراه بقى خلاص، دي اخر مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في هذه البطوله، فحياه او موت. واعتقد ان الاحساس ده واصل للاعبين. تخيل اللاعبين وهم بيتخيلوا الجزئيه دي، ان انت وانت كسبان وراجع القاهره وانت شايل بطوله افريقيا، اعتقد الوضع مختلف جدا جدا جدا. احساسك انت كلاعب واحساسنا احنا كجمهور ومحللين للفريق ده وللجيل ده، اعتقد الامور هتختلف كتير، وتبقى امتداد بقى ان شاء الله لكاس العالم اللي احنا وصلنا له. النادي الاهلي يوصل لكاس العالم ايضا ويلعب بطوله سوبر افريقيا ايضا، دي حاجه تبقى مميزه ونحصل عليها بامر الله ايضا. ولكن هي الخطوه اللي جايه 90 دقيقه ان شاء الله رجاله، ويا رب يبقى كلامي واصل ليكم في المغرب، تبقوا رجاله. هي محتاجه بس الرجوله في الملعب، واذا كان ممكن كان في بعض اللاعبين اللي ممكن كانوا بعاد عن مستواهم او مش في حالتهم الطبيعيه، ان شاء الله في هذه المباراه يبقوا في حالتهم الطبيعيه. خسرنا بعض اللاعبين في الاصابات، حسام عاشور، صالح جمعه، علي معلول، طبعا اللي كان يعني خساره كبيره جدا هم الثلاثه ان يبقوا مش موجودين، ولكن احنا عندنا لعيبه يقدروا بشكل كبير وقدرات كبيره يبقوا موجودين وبشكل مميز في هذه المباراه. وزي ما بقول لكم احنا رجاله، النادي الاهلي طول عمره اسمه الشياطين الحمر، احنا هنبقى موجودين شياطين في اي حته ان شاء الله نرجع بالبطوله وبفوز مهم جدا في هذه البطوله بامر الله. عايز اقول لكم يمكن كابتن حسام البدري هو بيتكلم على المباراه، اتكلم انها مباراه صعبه كجهاز فني، عارف ان هو بيلعب فريق صعب، فريق ممكن مش بيبقى مش زي ما كان بيلعبوا في الدوري المجموعات او في بدايه البطوله، لا المره دي بتلعبوا في نهائي افريقيا، تعامل معاك في استاد برج العرب بشكل معين، وعارف ياخد النتيجه اللي هو عايزها، سواء بقى الجهاز الفني حسين عموته بقدر حسين عموته او اللاعبين. فبالتالي انت هتلعبه وانت عارف ان انت ده فريق قوي، عارف ان الوضع مختلف عن اي مباراه سابقه، فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق في اليوم ده لينا، ان حالتنا النفسيه والحاله المعنويه والبدنيه تبقى في احسن حالتها، مفيش احسن من كده، جمهورك جالك، جمهورك بيساندك، بيدعمك، ما اتكلمش معاك ابدا في المباراه اللي فاتت تقول لك انت ما كسبتش ليه؟ لا، قال لك احنا عندنا ثقه فيك، عندنا ثقه كبيره في النادي الملكي، النادي الاهلي وفريق الملكي، فريق الاهلي، انك توصل في هذه المباراه وتحقق نتيجه ايجابيه وترجع لنا، لان الثقه دي موجوده زي ما بقول لكم بمكاسبكم اللي فاتت وبرجولتكم اللي فاتت. كابتن حسام بدري بيتكلم على ان المباراه صعبه والحسم ان شاء الله هيكون موجود في هذه المباراه من خلال الخبرات الكبيره عند اللاعبين. طبعا ده جمهورنا اللي كان موجود في الاستاد، كلهم موجودين وعارفين قد ايه قيمه الفريق وقيمه النادي الكبيره، كان شكل رائع في هذه المباراه وجميل ان شاء الله يتكرر، واحنا مستنيينكم كده في مطار القاهره وانتم راجعين بهذه البطوله. كابتن حسام بدري اكمل لحضراتكم بيتكلم ان المباراه صعبه، ولكن الحسم ان شاء الله هيكون بخبرات اللاعبين وبقوه ارادتهم داخل الملعب في هذه المباراه، زي ما احنا شفنا في مباراه الترجي وتحول كبير جدا في اداء النادي الاهلي هناك بعد التعادل هنا 2-2، ايضا تعادل هنا 1-1 مع الوداد، ان شاء الله التحول الفني والبدني والايجابي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه. ولكن كابتن حسام البدري اتكى على حته العداله التحكيميه. العداله التحكيميه ودي اللي احنا بنتمناها، احنا شفنا يمكن في الماتش الاولاني بعض الامور عندنا ضرب الجزاء، بعض الامور ممكن في فاولات ممكن كنت انت تستفاد بيها ما اتحسبتش، فاولات عليك غير صحيحه اتحسبت عليك، كل ده كابتن حسام البدري اكيد بيتكلم عليها، انك خلاص المباراه المفروض ده نهائي افريقيا كل العالم بيتفرج عليه، لان بطوله مهمه من البطولات العالميه دلوقتي، بطوله دوري ابطال افريقيا الابطال الدوري طبعا في هذا الموسم، بطوله مهمه، بطوله بتجمع بين اثنين ناديين عربيين واقوى الانديه الافريقيه في مصر
في قاره افريقيا، انا اسف. فبالتالي كل ده مهم جدا، وكابتن حسام بدري بيتكلم عليه. ولكن عايزين نتكلم عن بكاري جسامه اللي هو حكم اللقاء، وحكم ممكن انا اقول بتفائل بيه. 2013 او 2012 حكم لنا نهائي افريقيا امام اورلاندو بايرتس وفزنا بهذه البطوله، واكيد دي كانت حاجه مميزه وبتدعو للتفاؤل. هو حكم مباريات كتير للنادي الاهلي، يعني حكم مباراه الوداد، الاهلي والوداد اللي انتهت بالتعادل 3-3، ده كان في 2011 في بطوله المجموعات، ايضا في 2011 وامام استاد مالي في ايضا المجموعات و2012، وامام اورلاندو بايرتس النادي الاهلي كان في نهائي افريقيا 2013 وفاز 2-1 النادي الاهلي، ايضا امام ليوبار الكونغولي في بطوله السوبر وفاز الاهلي ببطوله السوبر 2013 2-1، ايضا الاهلي والمغرب التطواني في دور 16 دوري ابطال افريقيا 2014 وفاز الاهلي 1-0 كان في القاهره، ايضا الاهلي وزناكو الزامبي 0-0 في دوري المجموعات 2017. يمكن برضو هذا الحكم حكم لمنتخب مصر عدة لقاءات، منها منتخب مصر وزيمبابوي تصفيات أفريقيا 2014 للتصفيات خاصة بكأس العالم، فازت مصر 4-2، أيضا مصر وغانا وفوز مصر 1-0 في تصفيات في أمم أفريقيا 2017، أيضا تونس ومصر وتصفيات أمم أفريقيا 2019 وفوز، ده كانت يمكن تونس فازت في هذه المباراة 1-0، ومصر والكونغو اللي تأهلت بها مصر لكأس العالم الروسي 2018 فازت مصر 2-1. دي يمكن تاريخ هذا الحكم مع الأندية والمنتخب المصري، وبالتالي إلى حد ما هو حكم مميز، حكم جنبي، حكم بيقولوا عليه أنه من أفضل الحكام الموجودين في القارة الأفريقية في التوقيت الحالي. فبالتالي عشان بس كابتن حسام بدري، واحنا بنتكلم العدالة التحكيمية، إن شاء الله احنا عندنا أمل في العدالة التحكيمية نتيجة طبعا وجود هذا الحكم مع النادي الأهلي باستمراره وتواجده، وتفاؤلنا بهذا الحكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل الناس بتتفرج. ده طبعا على الشاشة بعثة النادي الأهلي ووصولها وتواجدها طبعا من السفر لوصول للمغرب واستقبال سفيرنا هناك السفير أشرف إبراهيم طبعا، والقنصل المستشار محمد خليل، والمستشار الإعلامي محمد فتوح، الملحق الإداري بالسفارة المصرية محمد بسيوني، استقبلوا طبعا بعثة فريق النادي الأهلي بشكل مميز جدا، وذللوا كل العقبات الخاصة بفريق النادي الأهلي. أعتقد أن الأمور ماشية هناك بشكل جيد، تمرينة كمان شوية إن شاء الله هتبتدي الأولى للنادي الأهلي من خلال طبعا تواجدهم في الاستاد محمد الخامس وملعب الفرع هناك، هتكون تمرينة مميزة. وأكيد كابتن حسام البدري بعض الأمور خلاص الفنية حسمها هنا في القاهرة، حسمها هنا في مختار التتش، والامور هتبقى بسيطه، تدريبات ممكن تبقى خاصه بضربات الترجيح، تمرينات خاصه بضربات الثابته، ببعض التحركات اللي ممكن لو في اي حد ممكن بيتفرج على الفريق مش هياخد باله منها، لكن احنا لعبنا معروف، وكابتن حسام بدري موصل التكتيك اللازم في هذه المباراه من خلال تواجده هنا في القاهره. دي يمكن بعض اللقطات الخاصه بقناه الاهلي ووصول اللاعبين للمغرب، واكيد هناك الجو جميل، هيلاقوا فعلا صعوبة كبيرة جدا، لازم نعترف ان جمهور الوداد زي جمهور النادي الاهلي، لكن احنا طبعا جمهورنا كبير، هو جمهور بيعشق فريقه ايضا، جمهور بيشجع بطريقة مميزة لا يهدأ ولا يمل طول المباراة، ولكن احنا عندنا لعيبة ما بتخافش، لعيبة عصرت هذه الامور او شاركت في هذه الامور بشكل كبير. احنا قعدنا فترة طويلة ما بيجيلناش جمهور، ولكن التجارب اكدت ان احنا واحنا بنلعب وسط جمهور الخصم كمان بنبقى افضل، ده التجارب بتقول كده. فبالتالي ان شاء الله هذه الصعوبه الكبيره، وانا اعتقد ان هي اصعب حاجه موجوده في المباراه، هو الجمهور الوداد، جمهور الوداد اللي هيشجع فريقه بشكل قوي جدا وممكن يستفز لعيبتك بشكل كبير، هي دي الصعوبه اللي موجوده في هذه المباراه. لكن احنا ان شاء الله قادرين من خلال خبراتنا ومن خلال وجود كابتن حسام بدري واللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره اللي موجود وكل محبين وكل الناس اللي اكدت على تواجدها ان شاء الله تدعم الفريق من المغرب، ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع بالبطوله. انا عندي تفاؤل ان شاء الله بهذه البطوله نتيجه الاداء، يا جماعه يعني انا ما بتكلمش كده وخلاص، الاداء اللي احنا شفناه واداء الوداد اللي احنا شفناه من فرقتين، يعني اداء النادي الاهلي واداء الوداد، يدل ان شاء الله النادي الاهلي هيبقى هو صاحب هذه البطوله بامر الله. ده يمكن اولى كلام اخباري على
فريق النادي الاهلي تخصيص مدرج لجماهير النادي الاهلي. طبعا كانت حسين حفيظ وكابتن سمير عدلي وهم مع مسؤولي نادي الوداد وبيتكلموا مع المسؤولين على تخصيص مدرج لفريق جمهور النادي الاهلي وازاي هيخش وازاي هيتعامل، هل هيخش بالفسفور، هل هيخش بدعوات خاصه طبعا بالجمهور. ده كله كابتن سيد حفيظ وكابتن سمير عدلي نسقوا الامور طبعا مع مسؤولي الوداد. يمكن بعض الامور كانت شكوك حول وجود محمد نجيب في المباراه، الدكتور خالد محمود اكد بشكل كبير ان هو هيبقى متواجد محمد نجيب، ويمكن كل اللاعبين اللي موجودين في المعسكر او سافروا مع الفريق كله جاهز بشكل مميز، كله جاهز بشكل جاهز، كله ان شاء الله بكل التوفيق ليهم. مين معايا يا جماعه؟ استاذ نبيل بن شكرون طبعا الصحفي المغربي، طبعا كل التقدير لاخواتنا المغاربه وكل التقدير لشعب المغرب واكيد جماهير الوداد ايضا طبعا بنحييهم والاستقبال الرائع من اخواتنا المغاربه هناك. استاذ نبيل تحياتي لحضرتك، صحفي مغربي طبعا. تحياتي كابتن عبد الحميد وتحياتي لكابتن فاروق. معاك كابتن محمد فاروق موجود مع حضرتك. يعني خليني بس ااكد على وصول النادي الاهلي واستقبال طبعا من السفاره المصريه هناك واستقبال جيد من ايضا من اخواتنا اللي موجودين هناك، اخواتنا المغاربه وايضا مسؤولي نادي الوداد. يعني بتشوفوا وصول النادي الاهلي واستعداده هناك وقبلها بيومين وبتشوف المباراه ازاي يا استاذ نبيل؟ اكيد اولا نحن يعني كنت شخصيا يوم امس في استقبال لاعبي النادي الاهلي وكان استقبالا جيدا، رغم ان ربما لاعبي الاهلي كانوا ممنوعين من ادلاء بالتصريحات، ولكن يعني دخلت في حوارات مع بعض اللاعبين وظهر على يعني ظهر بالملموس على ان لاعبي الفريق الاهلي مركزين بشكل كبير وعلى انهم قادمين للمغرب لتحقيق نتيجه الفوز وتتويج بالكاس، كان ذلك ظاهرا يعني جليا من خلال بعض الحوارات التي كنت مع بعض اللاعبين. اظن بان استعدادات الاهلي كذلك ستمر على ما يرام هنا بالمغرب، رغم ان يعني حصه الاهلي اليوم ستجرى بملعب الملحق للمركب محمد الخامس وربما في نفس التوقيت التي تجرى فيه مباراه الكلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي، لا اعرف ان كان ذلك سيؤثر على الاهلي او سينقل الضغط للاعبي الاهلي لا اعلم، ولكن لا اظن بان ذلك سيؤثر على تركيز لاعبي الاهلي. يعني بغض النظر عن ذلك فاستعداد الاهلي ربما يعني لقوا حفاوة يوم امس في استقبالهم بمطار محمد الخامس، وذلك يعني يعبر ويبين على ان الشعور بين الشعبين هو يعني يفوق ما هو كرة القدم ودائما يبقي على العلاقات الوطيدة بين الشعبين. طيب يعني خليني بقى اكلمك على فريق الوداد واستعداده لهذه المباراه، يعني بعض الامور خاصه طبعا باصابات او اصابه نجمهم محمد قناجم والبديل، كيف يستعد حسين عموته لهذه المباراه؟ يعني عموته دائما رفقه الفريق دائما يستعدون ويؤكلون بمدينه الرباط بالملعب الملحق لملعب امير مولاي عبد الله بالرباط. ربما عموته في حصه تدريبيه التي فتح للاعلام في يوم الثلاثاء الماضي يعني عبر لنا على ان غياب أوناجم ربما لا يؤرقه بالشكل بذلك الشكل ربما الذي كنا نتخيله. عموته يعتبر على ان لاعبي فريق الوداد كلهم تواسيه وعلى انه دائما يعتمد على نمط المجموعه على قوه المجموعه، وان أوناجم اكيد أوناجم لاعب مؤثر لاعب في امكانيات خاصه، ولكن عموته يعلم جيدا ان قوه المجموعه هي من هي ما يحدث الفارق بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. ويعني عدا ذلك ربما عموته تحدث عن جانب ربما الذي يشغله كثيرا خلال هذا الاسبوع هو الجانب الذهني، يرى عموته ربما ان المباراه قد اخذت يعني نسبيا اكبر من حجمها، وحموته ربما يعني متخوف من ان يؤثر ذلك وان ينتقل الضغط من لاعبي الاهلي للاعبي فريق الوداد الرياضي، لذلك فربما حموته خلال هذا الاسبوع يعمل على الجانب الذهني بشكل كبير ويحرص على ان يبقى اللاعبين مركزين وان تبقى دائما مساله الضغط والضغط بالنسبه للوداد يبقى دائما نقطه ايجابيه لفريق الوداد حتى يدخلوا مباراه يعني مركزين و يعني يقوموا بما عليهم فعله في مباراه السبت المقبل ان شاء الله. طيب بالنسبه للدعم الجماهيري الخاص طبعا بجماهير الوداد، يعني سمعنا ان في يعني كانت زحام بشكل كبير على
تذاكر لهذه المباراه. يعني اكيد فريق الوداد ليه جمهور كبير وعريق وزي ما بنقول هو عنيد في الملعب كمان ايضا، وهو يمكن المكسب الكبير لفريق الوداد في هذه المباراه بشكل كبير يا استاذ نبيل. يعني ربما المشهد ضد الدار البيضاء او في المدن المغربيه عموما مشهد لا يوصف، لا يمكن ان اصف لك يعني ما يحدث بالنسبه للجماهير. طبعا اثمنه التذاكر تضاعفت بشكل كبير، هذا يعني يبقى جانب تنظيمي ربما لم يكن لم يرتقي للمستوى المطلوب. جماهير الوداد اكيد متعطشه، جماهير الوداد كبيره وكبيره جدا، وربما هي ايضا تستعد منذ الان وخلال هذا الاسبوع تستعد من اجل هي ايضا سيكون لها دور يوم السبت المقبل من اجل تخفيف فريق الوداد. ربما ما خرج عن الموضوع هو التدخل الاخير للمدرب طارق مصطفى الذي سبق له انشغل بالمغرب وقال على ان جماهير الوداد يعني تستهلك موها الوساد الى غير ذلك. ربما هذا كان يعني تعليقا زائدا بالنسبه لي، لان ربما هذا خارج عن الحقيقه تماما. جماهير الوداد فقط هي تعشق ناديها وتشجعه بكل جوارحها، جماهير الوداد يعني معروفه عالميا و ستثبت ذلك ان شاء الله يوم السبت المقبل بتشجيعها وبدفعها لفريقها نحو التتويج، وهذا ما اراه ربما شيئا يعني عاديا بالنسبه لجماهير تعشقون بها بتلك الطريقه. احنا نتمنى ان شاء الله يبقى يوم جميل رائع، يعني زي ما بنقول يليق بمستوى الفرقتين واسمهم في القاره الافريقيه والعربيه، ونشوف طبعا ان احنا يعني كل ما نجتهد في المباراه هو اللي يبقى يستحق هذه المباراه وهذه البطوله. بشكرك استاذ نبيل بن شقرون طبعا صحفي مغربي. عايز اكلمكم على استاد محمد الخامس، هو استاد بيسع ل 67,000 متفرج، ايضا انشئ عام 1955 وافتتح يوم 6 مارس من نفس العام، اعيد افتتاحه بعد التطوير في 1981 وتم اغلاقه عام 2006 و2007 لتطويره واستضافه مونديال كاس العالم للانديه. ده استاد محمد الخامس 67,000 مشجع، ده حمول يعني ده الخاصه طبعا بهذا الاستاد والمشجعين اللي ممكن يتحمل هذا الاستاد وجودهم طبعا. يمكن زي ما بقول لكم محمد نجيب هيكون موجود بشكل عادي وكل اللاعبين مستعدين بشكل عادي. ايضا خبر وجود النادي الاهلي مره اخرى في بطوله الدوري في مصر لاستاد القاهره وعودته مره اخرى، دي حاجه جميله. كنا السنه اللي فاتت بنطالب بعوده النادي الاهلي لاستاد القاهره، لكن طبعا كانت الجهات الامنيه في التوقيت ده بتقول لا، يعني كانت بترفض دايما باستمرار. السنه دي الوضع الحمد لله هدي والامور اختفت، الخاصه طبعا بالخوف من الجماهير وتواجدهم في استاد القاهره خصوصا انه مفتوح من كل حته. ده كان الكلام يعني اللي خاص طبعا ليه كنا بنسال ليه استاد القاهره لا بالذات مع ان الامور هدي، تقول لك لا تامينه الى حد ما ممكن يكون في التوقيت ده ما ينفعش فناجل الموضوع شويه، وكان الاختيار هو استاد السلام. الحمد لله رجوع استاد القاهره للنادي الاهلي تاني انه يبقى متواجد فيه مره اخرى، لان ده هو ده الملعب اللي دايما النادي الاهلي كان بيشارك فيه وبيلعب عليه سواء بطوله ثلث الدوري او كاس او افريقيا. فبالتالي رجوع النادي الاهلي مره اخرى لاستاد القاهره دي حاجه مميزه. طبعا زي ما بقول لكم كده ده امامنا على الشاشه بعض الذكريات الخاصه للنادي الاهلي ولعبه في المغرب، ذكريات جميله للنادي الاهلي في المغرب، واكيد ده يعني بعض المباريات الخاصه طبعا بفريق النادي الاهلي. ده سنه 84 طبعا فريق النادي الاهلي، ويمكن كلاس كازابلانكا ده في دور ال 32 وكاس كؤوس الافريقيه فاز ب 2-0 في هذه المباراه، كابتن حمدي ابو راضي وكابتن طاهر ابو زيد. دول هذه المباريات طبعا ما تتنسيش خالص. فبالتالي يعني زي ما بقول لكم احنا بنحاول نجيب كده حاجه نتفائل بيها في المباراه القادمه. الاهلي زار المغرب 10 مرات سابقه بجانب المشاركه في بطوله النخبه العربيه بالدار البيضاء عام 97 اللي فاز بلقبها لو تتذكروا. طبعا الزياره الاولى زي ما بقول لحضراتكم امامنا على الشاشه هي دي المباراه الاولى في 84، واجه كلاس كازابلانكا في دور ال 32 ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه وفاز بثنائيه دور رد بثنائيه لكابتن حمدي ابو راضي وكابتن طاهر ابو زيد. ايضا الاهلي حقق لقب بطوله النخبه العربيه بعد الفوز على الفيصلي الاردني برباعيه دون رد ثم الخساره امام اولمبيك خريبكا المغربي بنتيجه 2-3 قبل التغلب على الرجاء بهدفين في الوقت القاتل بلحظات عن طريق سمير كمونه. نتذكر طبعا الهدف بتاع كابتن سمير كمونه ثم التتويج بهدف كابتن هادي خشبه من ضرب الجزاء، واكيد
بعض المباريات الاخرى زي الرجاء المغربي في ملعب في عام 99 في الدار البيضاء وسجل الهدف، يمكن اللي بيكلمكم هو ده اللي سجل الهدف، محمد فاروق سجل هذا الهدف وهدف التعادل، ويمكن كنا محتاجين ان احنا نفوز في هذه المباراه، ولكن شاء القدر ان احنا نتعادل ونخرج من هذا الدور. ايضا ده الهدف امامكم، ده الهدف. طيب يا ايضا الرجاء يمكن اكتر الفرق اللي لعبت النادي الاهلي والرجاء، دايما كان في منافسه قويه، كان وقت من الاوقات خلي بالكوا الرجاء طبعا في انديه كبيره في المغرب، الرجاء اولمبي خريبكا طبعا الوداد المغرب التطواني، الفرق كلها ما شاء الله في المغرب فرق قويه، يعني دوري قوي دوري المغربي، فبنلعب فرق ممكن تشوفها كتير دايما او اساميها بتتردد كتير مع الفرق المصريه وانت بتلعبها، فبالتالي ايضا لعبنا رجاء 2002 وخسر الاهلي بنتيجه 2-1، سجل الهدف للرجاء عبد اللطيف جريندو ومحمد علي ديالو، واحرز للاهلي احمد بلال. ايضا النادي الاهلي تعادل او لعب مع حسنيه اغادير وتعادل بتعادل سلبي 0-0 في دوري المجموعات ابطال دوري المجموعات بدوري ابطال العرب 2004، ولعب الاهلي مع الرجاء بدوري المجموعات ايضا بدوري ابطال افريقيا 2005 وتعادل بهدف لكل منهم بعد ما سجل سفيان علودي هدف الرجاء واحرز عماد متعب الهدف القاتل في الدقائق الاخيره هدف التعادل. ده يمكن بعض المباريات الخاصه بالنادي الاهلي والانديه المغربيه، ده الهدف الخاص طبعا بفريق الرجاء 99 1-1، وتقريبا هو ده طبعا فرق بتبقى التشجيع عندهم او الجمهور عندهم ليه عامل مؤثر جدا جدا في هذه المباراه، عشان كده بقول لكم صعوبه هذه المباراه هو جمهور الوداد، لكن ان شاء الله زي ما بقول لكم الخبرات اللي موجوده عند النادي الاهلي، بنتكلم عن على 8 بطولات افريقيه بيحصل عليها هذا النادي او النادي الاهلي، وتقريبا مجموع البطولات اللي خدناها بره ارضنا كبير، فيدل ان انت لا انت عندك خبرات تقدر تكسب بره، تقدر تكسب اي فريق بره، وده اعتقد اللي كابتن حسام البدري بيفكر فيه دايما هو ان انت تكسب بره ارضك، وده كان شفناه في مباراه الترجي وشفناه في مباريات كتير وبطولات كتير واحنا بناخدها من بره، زي ما بقول لكم الترجي وصفاقسي والقطن الكاميروني، بنشوف ان احنا بنرجع بكاس افريقيا عده مرات من خارج ارضنا، مفيش مشكله خالص ان انت حصل هنا زي ما بقول بعض الاخفاقات اللي حصلت مثلا في المباراه اللي فاتت وما عرفتش تكسب، ولكن تقدر تكسب بره ارضك بتعديل خطتك بتعديل بعض الامور الخاصه في مراكز اللاعبين وشكلهم داخل الملعب، تقدر بشكل كبير تقدر تكسب هذه المباراه، لكن في الاول وفي الاخر ان شاء الله دعواتكم مهمه جدا في المباراه، واحنا هنكون معاهم لحظه بلحظه من خلال دعواتنا ان شاء الله، وانتوا كمان ايضا لازم اللاعبين كمان يبقوا فاهمين ان المباراه مش سهله، المباراه محتاجه مجهود كبير وجري كتير جدا اثناء المباراه ومن خلال المباراه طبعا. الجهاز الفني اكيد حاطط سيناريوهات كبيره وكتيره في المباراه، اذا لا قدر الله حصل واحرز فريق الوداد هدف انت ممكن تعمل زيه زي ما عمل فيك، انت حرزت فيه هدف هو تعادل معك تقدر كمان تكسب كمان، يعني تجيب هدف وتكسب كمان. المهم ان انت تبقى حاطط السيناريوهات دي موجوده، واحنا كجمهور لازم يبقى الثقه موجوده بشكل كبير في اللاعبين في الجهاز الفني وفينا احنا كنادي، الكيان الكبير ده ما بيجيبش البطولات بسهوله، احنا عمرنا ما بنطلع بره كده ولا بنكسب مثلا بطوله الدوري ولا بطوله افريقيا ولا الكاس ولا شفنا كاس مصر السنه اللي فاتت امام فريق المصري قد ايه كانت صعوبته والبطوله بتيجي في اخر دقائق، يعني احمد فتحي في اخر دقيقه بيجيب في الدقيقه 92 بيجيب هدف في الفوز وبتكسب كاس مصر، اكيد طبعا كل الفرق بتبقى عايزه تاخد البطولات امامك، فريق الوداد ده لو حصل على هذه البطوله يعني لا قدر الله واحنا طبعا مش هنفرط فيها، دي هتبقى تاني بطوله في حياته، انت عندك 8 بطولات عايز تضيف التاسعه، فبالتالي بيقاتل بشكل كبير، المباراه قتال حتى اخر دقيقه، واعتقد زي ما بقول لكم اللاعبين فاهمين كده كويس. عايز اقول لكم يمكن النهارده الدوري الممتاز بيتلعب مره اخرى الاسبوع الثامن، النهارده كانت مباريات مميزه، يعني المقاولون العرب والداخليه كانت مباراه مثيره، المقاولون العرب بيتقدم لاحمد علي ثم بيتعادل سادو لاعب المقاولين لاعب الداخليه، طبعا المقاولون العرب زي ما احنا شايفين
موجود في مقدمه الدوري مع فريق الاسماعيلي اللي ايضا كان عنده مباراه النهارده امام امبي وتعادل 1-1 بعد تقدم امبي بهدف عرفه السيد في الدقيقه 25، ثم بيتعادل حسني عبد ربه في الدقيقه 36 بضربه جزاء. زي ما احنا شايفين ايضا الدوري ممتاز قوي النهارده، احنا بنتكلم على بطوله افريقيا، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله بعد حصوله على بطوله افريقيا ويرجع طبعا هيتفرغ بشكل كبير للدوري الممتاز وازاي يحافظ على اللقب الثالث بامر الله واللقب رقم 40 في تاريخه في هذه البطوله، ولكن طبعا كل تركيزنا يبقى متواجد على مباراة الوداد القادمة بأمر الله. يمكن أحب أقول لحضراتكم ترتيب الدوري بعد طبعا المباراتين بتوع النهاردة. الإسماعيلي في المركز الأول برصيد 17 نقطة، والمقاولون العرب برصيد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ثم المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، أنا آسف الإسماعيلي 17 ثم المقاولون ب 15 ثم المصري البورسعيدي برصيد 13 ثم سموحة في المركز الرابع برصيد 12 نقطة والزمالك في المركز الخامس برصيد 12 نقطة وبتروجيت في المركز السادس برصيد 10 نقاط ثم إمبي ثم طلائع الجيش والإنتاج الحربي في المركز التاسع والداخلية في المركز العاشر، طنطا في المركز ال 11 والاتحاد السكندري في المركز ال 12 والأهلي طبعا حتى الآن طبعا ما لعبش في هذه أو هذا الموسم غير ثلاث مباريات في المركز ال 13، الأسيوطي في المركز ال 14، وادي دجلة في المركز ال 15، ثم النصر ومصر المقصة والرجاء في المراكز ال 15 و 16 و 17 و 18. دي يمكن جدول ترتيب الدوري، ولكن زي ما بقول لكم احنا بنحاول نلقي الضوء كده على الدوري الممتاز، ولكن خليني أقول لكم إن شاء الله بأمر الله تفائلوا خير في المباراة القادمة بالنسبة لهذه المباراة مباراة الأهلي والوداد، إن شاء الله الأهلي هيرجع بالنجمة التاسعة. خليني أروح لفاصل وأرجع أستقبل ضيوفنا طبعا نجوم النادي الأهلي السابقين، يمكن كابتن حمادة كابتن ضياء عبد الصمد وكابتن حمادة مرزوق نجوم النادي الأهلي، كلام بقى عن المباراة وذكرياتهم مع النادي الأهلي وأيضا البطولات الأفريقية.